هاي أولى الأوراق النقدية ظهرت بالصين وكانت معروفة بالمال الطائر لأنه الهواء فيه تغييرها بسهولة. الجملة الشهيرة يلي بتقول إنه المصاري ما بتفرخ من الشجر منها كتير حقيقية لأنه معظم الأوراق النقدية مصنوعة من القطن. أصغر عملة ورقية بالعالم هي العشرة باني الرومانية يلي صدرت بال 1917 بقياس 2.75 ب 3.8 سنتيمتر، بينما أكبر ورقة أصدرتها الفلبين بذكرى المئوية الأولى للاستقلال وهي بقياس 22 ب 23 سنتيمتر. في حركة بأستراليا بتهدف لتغيير اسم الدولار لدولاريدو استناداً لإحدى حلقات مسلسل The Simpsons، وتعتبر الحركة أنه تغيير الاسم رح يزيد الطلب على العملة وبالتالي يقوي الاقتصاد. مين قال أنه 90% من الأوراق النقدية الأمريكية و99% من البريطانية تحتوي على آثار للكوكايين؟ أنا قال. بشوفكم بكره.